يواصل وباء الكوليرا حصد مزيد من الأرواح في السودان وسط غياب للسيطرة الصحية الناجعة على ضوء استمرار القتال بين طرفي الصراع في السودان. وأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 12896 حالة إصابة بوباء الكوليرا في البلاد، منها 388 حالة وفاة. وقال وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم في بيان إنه تم إطلاق حملة كبيرة تمتد لشهر لمكافحة وباء الكوليرا في البلاد، مضيفا أنه قد تم اتخاذ القرار بإطلاق الحملة خلال الاجتماع العاجل للجنة العليا للطوارئ الصحية والإنسانية. وتشمل الحملة برامج للتطعيم ضد المرض ومكافحة نواقل الأمراض والرفع من التدخلات في مجال صحة البيئة والرقابة على الأغذية ومعالجة المياه ورفع الوعي بمخاطر الكوليرا وتفعيل أنشطة تعزيز الصحة. وبحسب الوزير السوداني فإن 9 ولايات سودانية تأثرت بانتشار مرض الكوليرا، وهي كسلا، الجدارف، البحر الأحمر، نهر النيل، الشمالية، الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، وسنار.